جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بي كي اكس تي وبتحدي اللي هو بمكان ستيكرز. طبعا هالفكرة يعني مو موجودة يعني باي مكان، اعتقد يعني رح تقولوا انتو اسراء من وين جبتي هالفكرة. يا جماعة لحتى اني فرجيكم، اول شي طبعا بتروحوا على موبايلكم لعبة بي كي اكس تي، بتروحوا لمكان الستيكرز وهيك دقيقة. وين راح؟ داو وين راح؟ اوكي تمام يا جماعة. وين راح هذا؟ هذا وهذا. اوكي صافي كتير يا جماعة. as they are not rotten. دقيقة. هذا هو الفرجيت الكلام. هذا رح نسوي هذا التحدي تبع 85 تانية او 95، رح نشوف شو رح نحقق احنا. اي تانية مكان الجوس هذا، الجوس كويست هذا اللي هو مكان اللي طحن العصير. احنا مهمتنا هو انه لازم نجمع الفواكه من الشجار وهيك اشياء. رح نحتاج جماعة بدلة، رح نجرب كل البدلات ونشوف مين رح تزبط. انا رح اعتقد يعني مع انه هالبدلة جديدة الصراحة ما جربتها ابدا، توزيعها مثلا البيتزا وتجميع كمان. رح البسها. هلا رح البسها. لكم يا جماعة زي ما قلت لكم بأول مرة لما نزل هذا التحديد إنه هذه أكثر بدلة صراحة أنا يعني بحبها، فما بعرف بس بحبها. أوكي يا جماعة بعدين هون. أوكي هيك رح نساوي، بعدين هون كمان هيك. أوكي واو. أوكي وهلا يا جماعة طبعا رح نبلش بهذا الفيديو. اوكي رح نبلش بهذا التحدي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. Let's get started. خلينا ناخذ صورة لكل شيء. Hi, bring me these fruits before time runs out and I'll give you a reward. بنعرف هاي الريورد، بس هلا يا جماعة انطلق العداد ولازم نجيبه يعني يا جماعة بأقل وقت أقصد. هلا يا جماعة رح نحاول إنه نسرع يعني بأكتر وقت عنا، يعني بأكتر وقت بقدر إني أجمع فيه، يعني رح أحاول أنا إني أسرع كتير كتير كتير. يلا رح أحاول إني أسرع، خلص ما ضايل كتير وقت، لازم سريع أروح أجمع. لازم هلا إني أنزل. خلص بسرعة انزلي انزلي. يلا بروح هلا إني أجيب هدول التفاح. لك سريع رح يخلص وقت هلا. لا 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 لا. اوكي هون كمان شوية بطيخ هذا. اوكي هيك كمان هون رح ناخذ هدول. صراحة كتير كتير صعب يا جماعة. بحس بتصرخ. اوكي 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 يا جماعة ما ضايل شي، يعني رح توصل 85 تانية اقصد، لازم نحطهم يعني كلياتهم هيك. يلا let's bring these fruits first like هيك. هلا ضايل لي 5 منهم، لازم اسرع يا جماعة. رح اسوي يعني كل ما في جهدي لحتى اني اجمعهم كلياتهم. اوكي هلا يا جماعة هلا خلصتهم تقريبا هيك. هلا بلشت يا جماعة الصعوبات الكتير كتير قدمنا يا جماعة. خلصنا. هلا let's bring it to oh my god. هلا 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 يلا يلا سريع سريع. اجت الثانية 85. اجت الثانية 85، احنا لسه ما عدنا. خلص اعطي. او ماي جاد معقول رح ناخذ الستيكر؟ او ماي جاد اخذنا الستيكر. يا اوكي اعطونا هذا لانه ما جمعنا كتير سريع. اخذنا مهمة كان الصراحة، يعني احنا كنا عم نسوي سباق انه نشوف يعني ايش هو يعني اللي رح نجيب. يا جماعة العبوه كتير كتير ممتع، ورب بيخليك انك هيك تتنافس مع حالك وتتنافس مع الوقت وبتقول لازم سريع سريع، لازم I have to bring it all in the time like يعني oh my god. كأنه زادت جواهري وفلوسي، كانت عندي بس 300,000. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان جواهري كانت 2000، شلون صارت 3000؟ المهم ما علينا. يا اوكي هلا يا جماعة خلي انه نروح ونعيدها. فهالمرة انا رح اسوي طريقتي اللي معتادة عليها، يعني البس هالبدلة وارقص هالرقصة بالضبط هيك. هلا لازم انه اجمع
هالمرة لازم اني اخذ ستيكر، يعني ستيكر تاني يا جماعة، يعني ستيكر تاني يعني 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 just اوكي اني كمان يا جماعة اني بالكورية اني، يعني لا تستغربون اذا قلت اني. اوكي داكي يا is that true yes اوكي داكي اوكي داكي اوكي داكي لازم نسريع، يعني قربي خلص وقت هالمرة، يعني ما في كتير تشجيعات، يلا شجعوني يا جماعة شجعوني. I'm so impressed like لازم سريع. I have to bring it all in time at time I mean يعني اني يا هل دايلنا مهمة ال يا هيك 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 كتير كتير يا جماعة برافو علينا. وي اخذنا الصندوق، يا رب يعطوني هذيك، يا رب يعطوني الجناحات، يا رب يعطوني ما عطوني الجناحات. اوكي رح يعطوني ستيكر متأكدة. شفتوا اخذنا ستيكر، اعطونا اثنين يا جماعة من الستيكرز. Oh my god رح يعطونا واحدة كمان. يما يا جماعة شفتوا يا كتير واو كتير تحت هلا ياس واو يا جماعة واو شفتوا شلون خلصتهم كلياتهم بالود. وربي احسن تحدي كتير كتير ممتع، روحوا يا جماعة جربوه هيك مع حالك ديك، روحوا يا جماعة وربي جربوا كتير كتير بجد. فكرة واو اوكي سو جايز بس حابة اني اقول شغلة انه نسيت يا جماعة ما قلكن كمان انه كتير قربنا ل 90,000 كمان، شكرا على 86,000 تقريبا. كمان شكرا يا جماعة كتير 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 وكتير قربنا ل 90,000 وربي ما يعني ما بعرف شلون بدي اوصف لكم فرحتي. سو كتير كتير مبسوطة، والفيديو اليوم اعتقد انه كان يعني حماس، يعني كتير كتير متحمسة ما بعرف ليه، يعني الوقت كله عم فك امتى بدنا نوصل 90,000 يا جماعة وربي كتير كتير حماس كتير كتير متحمسة. كمان يا جماعة خبروني إذا خلصت اختبارات أو لسه، إحنا لساتنا يا جماعة ضايلنا شوية يعني كده ضايلنا يا جماعة الامتحان هيك الأخير، رح يكون فيه كتير مواد كتير كتير يعني هيك يعني كتير 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 توتر يا جماعة يا جماعة يا جماعة كتير كتير خايفة. لا خلص مش خايفة هما ما عليكم يا جماعة، خبروني إذا أنتوا يا جماعة خلصتوا اختبارات. كمان الله يوفقكم كلياتكم إن شاء الله، واللي خلص مبروك، وإن شاء الله يعني تكونوا هيك يعني نجحتوا هيك نقاط حلوة نتائج هيك حلوة، واللي لسه ما خلص كمان زي أنا الله يوفقكم إن شاء الله وتكون هيك درجات حلوة وتفرح وبس. طبعا كتير قربنا بخصوص 90,000 رح اسوي مسابقة بي كي اكس تي، بكون 3 فائزين او اكتر او اقل، بس يعني اذا وصلنا اسرع 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 بنقدر نسويها يا جماعة كتير فائزين. سو كمان ب100,000 رح نسوي مسابقة روبلوكس وبي كي اكس تي، يعني هيك صحوا بعض فكتير يعني لروبوكس هيك اشياء كمان. ماي جاد كتير حماس، يعني كلياتكم يا جماعة هل اشتركوا قولوا لي حدا بتعرفوا مشان يشترك. كمان شاركوا هالفيديو مع جروبات تبع الواتساب تبع الماسنجر تبع الانستغرام، ارسلوا لكل اصحابكم يا جماعة لحتى انه هيك يعني نوصل لأسرع وقت. بس طبعا بحبكم كتير، وكمان حطوا لايك، وهذا كان هو الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا، بحبكم كتير 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 وباي.